السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نصايبو بواحد التحلية بكيك كان سبق لي درتو وخسر ليا، هبط ليا في الفرار. راه كناخدو هداك الكيك كان فرتتوه، وكناخدو 2 دانيت شكلاط، كنصبو عليه غادي نحاولو نجمعوه بهاد دانيت شكلاط. شكلاط او لا كراميل او لا على حسب الرغبه، كل واحد على حسب الرغبه ديالو. انا هاد الكيك كنت درتو يطيب وحليت عليه الفران وهبط ليا ما خسر ليا، يعني بلا ما نضيعوه نصايبو به شي حاجه اخرى بلا ما يتلاح، نديرو ليه اعاده تدوير. راه كنجمعو هاد الكيك داك يوغورت شكلاط، يعني هذه الطريقة باش من يعني هذاك لي كيك او لا اي حاجة درناها وما صدقاتش لينا، يعني بلا ما تضيع نحاولوا نستغلوها. هنا كناخدو مول ديال الزاج غطيته ببابي سولوفان، وغادي نخوي فيه هذاك الخليط ديالنا ديال الكيك واليوغورت ديال الشكلاط، نحاول نضغط عليه باش ياخد الفورمه ديال المول. كنضغطو مزيان. هنا اللي بغى يضيف شي اضافه نقدروا نديرو ما بين 2 طبقات، نديرو المكسرات اي نوع من المكسرات، كاوكاو او اللوز او القرقاع او البيستاش على حسب الرغبه، يعني كل واحد كيتشنن بطريقته الخاصة. انا هنا خليته عادي ما درت فيه حتى شي حاجة، نضغط عليه مزيان. ولا نقدروا نديروه كويرات ونغطسوهم في الشكلاط، يعني هناك اشكال عديدة باش نستغلو داك الكيك اللي خسر لينا ما طلعش. احسن من انه يتلاح وما يتكالش. غادي نغطيوه وغادي ندخلوه للثلاجه يبرد، من بعد وغادي نشوفوا الطريقة ديال التزيين ديالو. هنا بعد ما برد لينا الكيك ديالنا غادي نقلبوه في الطبسيل. ملي كنديرو السولوفان كيكون سهل انه يخرج لينا من المول، ما كتجيش العمليه صعيبه. انا غادي ناخد شويه ديال الكريمه كانت عندي، غادي ندهنو بالكريمه. اللي بغى يدير الشكلاط، اللي بغى يصب عليه الشكلاط يصب ويزوقه بالمكسرات، هو غادي تجي فكرة رائعة، غادي يبغيوها الدراري.
نحاولوا نقادوا من كاع الجوانب. نقدروا يعني نزينوا بأبسط الأشياء غير باش نتفاداو هذاك الضياع، ان كي خسروا نلوحوه نستغلوه ونخرجوا منه حاجة أخرى أحسن. انا غادي ناخد شويه ديال الكاوكاو مهرمش ومحمر، غادي نديره في الجوانب، يعني التزيين لكم الاختيار، كل واحد كيزين بالطريقه اللي كتريحه. ديما نكلفوش راسنا بالحاجه اللي موجوده في الدار كنقضيو بها الغرض. غادي ناخد فيرميسيل ديال الشكلاط، غادي نزينو بها من الفوق. تحلية بسيطة بسيطة جدا، انا زينت بخطوط من مربى ديال الفراولة، هو التقديم ديالو النهائي. صدقوني جا المذاق ديالها رائع رائع بزاف، يعني هذه فكرة. اول كيك ديالنا يعني حتى في التقطيع ديالو كيجي متماسك، ما كيتفرتتش، شاد راسو مزيان. هذه فكرة بسيطة، نحاول نعتقوا بها الكيك اللي ضاع، وصدقوني راه غادي تعجب وليداتكم. نتمنى تجربوها الى وقع لكم هذا المشكل، الى خسر لكم الكيك. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.